السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج عدراوي لايف على جريدة الصحافة الإلكترونية، اليوم 6 دجنبر 2020. حلقة اليوم سنخصصها لحصاد الأسبوع، وسيكون معنا في هذه الحلقة الإعلامي السيد حسن أبو عقيل الذي سنستقبله بعد لحظات. إذن سعيد باللقاء بكم مرة أخرى، واليوم سنتطرق إلى أهم المواضيع التي عرفها هذا الأسبوع، وسيشاركني في تغطية هذا اللقاء الإعلامي السيد حسن أبو عقيل الذي يلتحق بنا الآن. سي حسن، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سي عبد الرحمن، كي يعني سعيد بهذا اللقاء وهذا الاستضافة. شكرا سي حسان. إذا حلقة اليوم غادي نخصها للحديث عن أهم القضايا التي طبعت هذا الأسبوع، والبداية ستكون من النهاية، من هذا الحدث الذي لازال إلى حدود الوقت الراهن جاري في مدينة أورلاندو، وهذه المسيرة التي نظمتها فعاليات من الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وحضرها القنصل العام بالولايات المتحدة. سي حسن، كلمة بخصوص هذا الموضوع. بكل صراحة نحن جد مسرورين بهذا اللقاء، هذا اللي هو لقاء اعتبره تضامني، شكل ما تضامني مع الوحدة الترابية، تضامني مع الوحدة المغربية، تضامن مع القوات المسلحة الملكية. دائما في مثل هذه اللقاءات هناك نعتبرها استجابة للنداء، بحال اليوم في أورلاندو استجاب للنداء عدد كبير من أبناء الجالية في أمريكا، تضامن تحدى المسافات والاختلافات للتلاقي بنقطة الانطلاق لمسيرة سلمية على غرار المسيرة الخضراء التي قادها الراحل الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الوقفة هي وقفة مغاربة الخارج أو مغاربة أمريكا، وهم يحملون العلم المغربي وشعارات تأكيدية لمغربية الصحراء، كنشوفها لوحة فنية تجسد وحدة المغاربة في الداخل والخارج، وغيرة وطنية لتاريخ المغرب وجغرافيته من شمال المملكة إلى أقاليمها الجنوبية، ومن من الغرب إلى الشرق. هذا اللقاء، هذا عرف كلمات بالمناسبة عبرت عن الحب الكبير للوطن الأم، تخللتها كذلك مصداقية ديال التعلق بالتراب المغربي من طنجة إلى الجويرة، منوهة بتدخل القوات المسلحة الملكية بمعبر القرقرات لإجلاء ميليشيات البوليساريو وإعادة المعبر إلى نشاطه التجاري. إذن سي حسن، يعني أنا أضيف بأنه يجب أن تكون هذه الخرجة اليوم نموذج يحتذى به، لأنه يعني خوينا الساحة كجالية مغربية مقيمة في الخارج. نعم المجموعة ديال الأشخاص اللي كيخرجوا في بلدان بحال إسبانيا بحال إيطاليا بحال فرنسا، ويحاولون يعني تلويت الصورة ديال البلد، ديال حاكم البلد، ديال الدولة المغربية بصفة عامة، وبعض الأحيان يتهجمون حتى على الشعب المغربي. عشرات الأشخاص اللي غالبا كتلقاهم يعني ما داروا حتى شي حاجة في البلد ديال الإقامة ديالهم، ويفرغون هذا الحقد على الوطن الأم ديالهم. ف
تنظن أنه مثل هذه الخرجات التي كانت نموذجا اليوم في مدينة أورلاندو خاصها تكون باستمرار، يعني ما تكونش فقط موسمية ولكن تكون باستمرار للتصدي لهذه العصابات هذه اللي تتهجم على نساء قبل أسبوع بالعصي ويعني بالتهديد الجسدي في فرنسا، خاص المغاربة يعني يكونوا حاضرين من أجل صد مثل هذه الاعتداءات وهذه الأكاذيب التي يروج لها كما قلت هؤلاء الفاشلون الذين لم يحققوا شيئا في بلدان الهجرة ويحاولون من خلال هذه الخرجات الاستعراضية صب جم غضبهم على حكام البلاد أو على البلد أو على الشعب المغربي بصفة عامة. نعم موضوع آخر سي حسان اللي هو غاية في الأهمية هو اللقاء الذي احتضنته الكويت، ويعني هذا لقاء الصلح بين الأشقاء العرب في دول الخليج. أظن أن الانتخابات أو هذه الفترة الأخيرة من الحكم ديال ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، لعل هذه الوساطة اللي قام بها ترامب ودولة الكويت للم شمل الدول المتنازعة في الخليج غادي تبقى على الأقل نقطة إيجابية في فترة حكم ترامب. هذا الصلح هذا يعني أنا تنشوف بأنه غادي يقطع الطريق أمام واحد المجموعة ديال الأشخاص الذين اصطادوا في الماء العكير وحاولوا أنهم يشتتوا الإخوة العرب أكثر ما هما يعني مشتتين، و يعني من خلال ما يسمى بالذباب الإلكتروني الذي كان يهاجم تارة قطر وتارة أخرى يهاجم الإمارات والسعودية، وكان همهم الوحيد هو أنهم يشتتوا هذا الشمل ديال الوطن العربي والدول العربية. يعني كيفاش كتشوف الصلح ديال الكويت ديال الإمارات والسعودية مع قطر؟ واش هو يعني أمر ممكن؟ ولا كان الجواب نعم، يعني كيفاش كتشوف يعني هذه المرحلة ما بعد ترامب وما بعد الكوفيد ديال الدول الإسلامية والعربية بصفة عامة سي حسن؟ اش غادي نقول لك سي عبد الرحمن؟ عندك هذه الازمه ديال الخليجيه هي كادت ان تعصف بالمنطقه، وحقيقه ان كان لابد من هناك يعني من وسيط للتدخل في هذا الشان هذا. فرغم ان هدف ديال الوساطه هو التباحث في كافه ملفات المنطقه، فانه يتوقع ان يكون ملف هذه الازمه الخليجية أولوية من المحادثات بين الزعيمين، يعني بين كيف ما تفضلتي بين أمير الكويت وكذلك مع ترامب، و لأن وزير الخارجية الكويتي تقريبا أتذكر أنه صرح إلى أن سيبحث مع ترامب ملف الأزمة الخليجية، ربما بسبب تفضيل الدبلوماسية الكويتية العمل على الموضوع بعيدا عن الأضواء، مفضلا الحديث عن الوضع في منطقة الخليج، في إشارة مبطنة إلى إيران ولفت الجار الله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية. ربما أنت عارف هذه المسألة سي عبد الرحمن، إلى أن هذه الزيارات تكسب أهمية مضاعفة في ضوء تسارع التطورات التي تشهدها الساحة على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصا ما يتصل منها بالوضع ديال التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، لأن هذه المسألة هذه كلها تتصب في خندق واحد. إلى كانت هناك أمور أخرى تكشف عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات اللي جاية في طريق كجسيد تعاون بين البلدين، ارتياح الكويت و تفاؤلها بهذا الوسيط الجديد إلى آخره، يعني كل هذه المسائل. تنظن ان حتى يعني التصريحات ديال وزراء الخارجيه سواء ديال السعوديه ولا ديال الامارات ولا ديال قطر كلها تصب في هذا الاتجاه بانه هناك صلح قادم في القريب ان شاء الله. هو هنا يعني لابد من الاشاره لواحد النقطه في غايه الاهميه وهي الموقف ديال المغرب.
يعني لما رفض الملك محمد السادس أنه ينصاع إلى جهة ضد أخرى، نعم وقال بأنه نحن على نفس المسافة من كل الأشقاء العرب، سواء نعم قطر أو الإمارات والسعودية، ما غادي نجيو لا مع هادو ولا ضد الآخرين. ويعني تنظن أنه كان من الحكمة التصرف بهكذا منطق، لأن الخصام أكيد أنه سينتهي يوما ما، نعم والمواقف هي التي يسجلها التاريخ. نعم كان دائما دائما المغرب يعني دبلوماسيا او الملكيه الدبلوماسيه كتاخذ واحد الاطار ديال كيشد الميزان مزيان، يعني كيف ما كنقولوا احنا بدارجتنا، انه ما يجيش من واحد جهه معينه، لان كيف ما قلتي النتيجه دائما تنتهي بالصلح، والمغرب نعم خصو يكون انه راعي للسلام وراعي للامن في المنطقتين، يعني في كل المناطق، وكيبغي يخلي دائما العلاقات ديالو الدوليه جيده جدا، كما هو الحال اليوم الى شلنا مع الامارات كيف ما كان الوضع سابقا في خلال الشهر الماضي ولهذه السنه كامله. يعني كان هناك تطور، ولكن أنت كتشوف اليوم أن الإمارات كت 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 كتقوم بواحد الواجب لي كبير جدا مع المغرب في أقاليمه الجنوبية، وأنها كتوضع يعني قنصلية ديالها داخل التراب المغربي. نعم، إذا سي حسن كان اليوم منتظر أننا غادي نستضيفوا في هذه الحلقة السي نبيل بن عبد الله الأمين العام ديال حزب التقدم والاشتراكية، ولكن حتى لآخر لحظة السي نبيل جاه سفر إلى خارج المغرب وتم تأجيل هذا اللقاء. نعود نرجعوا للموضوع ديالنا، لأن الانتخابات على الأبواب ما بقاش بزاف، والأحزاب السياسية يعني بمختلف التلاوين ديالها بدات كتستعد، يعني كل حزب بالطريقه ديالو، ولعل هاد فتح التنسيقيات وفتح المكاتب في الخارج يعني هو اهم ما يمكن ان يثير الانتباه ديالنا احنا كافراد ديال الجاليه المغربيه. ف يعني مره اخرى السؤال، كيف تنظرون إلى هذه المبادرات ديال الأحزاب السياسية المغربية التي بدأت في هذا الوقت بالذات تحاول الانفتاح على مغاربة العالم أو التقرب من مغاربة العالم؟ أخي العزيز، ليس هناك شيء جديد بالنسبة للأحزاب السياسية، فهي في كل مرحلة ديال عندما تقرب، يعني كتقرب هذا الوقت ديال الحملات الانتخابية، أو عندما كيولي الفترة ديال الانتخابات قريبة جدا، تتحرك الأحزاب في هذا الجانب لكسب الأصوات. أنا أرى دائما أن الهدف ليس يعني حبا في مغاربة الخارج وخدمتهم كما هو يعني الواقع كيف ما خصو يكون، ولكن أن الأحزاب اليوم تلعب دائما على المناصب الحزبية ديالها وعلى الكراسي ديالها في البرلمان، سواء على مستوى الغرفة الأولى أو الثانية، وكذلك أن الأحزاب ولات اليوم تلعب حتى على القطاع الدبلوماسية من قنصليات وسفارات إلى آخره في هذا الجانب، وإلى الجانب الأساسي هو المناصب المسؤولة والحساسة. كنعرفوا الأحزاب السياسية لما تتوجه إلى دول الاستقبال و تقطير بالشمع على مغاربة الخارج أو الرمي أو رشقهم بالورود، فليس حبا كما أقول دائما، مسألة مصلحة واضحة جدا. مغاربة الخارج أبانوا عن قدراتهم وعن كفاءاتهم وعن حبهم وتعلقهم، كما رأيتم اليوم هذا قضية في أورلاندو، والناس اللي خرجوا في فرنسا وفي أوروبا يعني كاملة، في بلجيكا أو في إسبانيا، ناس متعلقين بأهداف يعني الديمقراطية، متعلقين بأهداف ديال الحريات، يعني متعلقين بالأهداف ديال الوطنية الحقيقية.
ما خصناش يعني هذه الجاليه دائما كتقول ليس هناك قيمه مضافه للاحزاب معهم، ولكن الاحزاب تتعامى ذلك وتبحث عن من يساعدها داخل دول الاستقبال لفتح تنسيقيات او جمعيات كذراع يخدم الحزبيه من أجل كسب الأصوات في الخارج، وفي نفس الوقت أن كل مواطن سجل اسمه أو يعني كيف ما كنقولوا انتمى سياسيا لأي حزب فإنه سيقود كذلك أسرته وعائلته داخل المغرب لوضع صوته داخل صناديق الاقتراع. واش كظن سي حسن ان هذا التسابق من اجل الاقتراب من الجاليه المغربيه يقدر يكون يخفي شي قرار في اخر يعني المطاف انه الجاليه يكون من حقها انها تصوت؟ يا أخي العزيز، هناك أن اللي كنعرف إلى حد الساعة ليس هناك ما يفيد بمشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات، سواء على مستوى التمثيلي أو قضية ديال التصويت أو الترشح. مسألة، لأن القانون ديال الانتخابات هو واضح اليوم باين وما فيش ولا إشارة لمغاربة الخارج. كذلك أن الفصول الدستورية التي تخول لمغاربة الخارج هذه الصلاحية راه ما منزلش على أرض الواقع، لا زالت الفصول يعني جامدة في دستورنا الجديد ديال 2011 إلى اليوم، يعني 9 سنوات وهذه الفصول جامدة لا تتحرك. ومع ذلك فإن المشكل القائم هو أن السيد رئيس الحكومة يترأس اللجنة الثنائية الوزارية المكلفة بمغاربة الخارج، ومع ذلك لم يعطيها الحق. كيف يعني كاينه واحد المفارقة كبيرة جدا بأن رئيس الحكومة ليست له الرغبة في إشراك مغاربة الخارج، ولست أدري لماذا. كما هي الإشارات أن مغاربة الخارج تعلموا الديمقراطية في دول الاستقبال، وتلك الديمقراطية لا نريدها داخل برلماننا ولا نريدها داخل المغرب، يعني الديمقراطية الحقيقية وليس الديمقراطية التي يتباهى بها البرلمان المغربي. هذه نقطة واحدة. كذلك أن لا يريدون الكفاءات أن يجلسوا على مقاعد المسؤولية داخل المغرب. رئيس الحكومة لو كانت نيته سليمة لا أقنع الحكومة بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية أن ينزل هذه الفصول الدستورية منذ سنوات ومشي الآن، لأن حتى سلطته في هذه اللجنة المكلفة بمغاربة الخارج، اللجنة الوزارية المكلفة بمغاربة الخارج، ما عندوش وزن داخلها. 8 تقارير، 8 لقاءات اجتمعت هذه اللجنة لكي ترأسها، ولم يقوموا بتنزيل هذه الفصول، لم يتكلموا كثيرا عن مغاربة الخارج. وإذا قارنتم هذه التقارير التي تكتب أو كبيانات ختامية لكل اجتماع ديال هذه اللجنة، هذه هي تقارير أو بيانات منسوخة كلها تتشابه. إلا التغيير كاين غير في تاريخ الاجتماعات من سنة إلى أخرى. 8 لقاءات بدون تنزيل الفصول الدستورية، ما يعني أن هذه اللجنة كذلك لا تشتغل بجدية من أجل مغاربة الخارج. مغاربة الخارج يظهرون أمامهم كأوراق بنكية فقط، كتحويلات مالية وكودائع بنكية إلى آخره في هذا المقابل، لكن مغاربة الخارج لا، يعني رغم الاختلاف ورغم هذا التشدد عند الحكومة وعند الأحزاب السياسية التي لا تريد مغاربة الخارج بهذا الشكل، رغم الاجتماعات التي تكون تصريحاتهم بأنهم يريدون مغاربة الخارج، فأنا أضعها في خانة الكذب والبهتان، لأن ليس هناك إرادة لإدخال مغاربة الخارج داخل البرلمان أو غيره. بس حسن، اليوم نحن في هذا الشهر، يعني شهر ديسمبر، ويعني ما يعني أننا قريبين يعني جدا من الانتخابات القادمة، ليس ما يثبت بأن الجالية ستكون حاضرة في هذه الانتخابات.
إذن سي حسن، سنستقبل بعد قليل السي رشيد بتيتي ليشاركنا في هذا النقاش. مرحبا. إذن مرحبا سي رشيد، صوت. سعيد سي رشيد، أهلا ومرحبا بك وسعيد باستضافتك في هذا اللقاء. وي مرحبا مرحبا السي السي الو وي في السماع. كنسمعوك سي نعم رشيد، تفضل. مرحبا السي رشيد. وي السي العدراوي، وي السي العدراوي، مرحبا السي العدراوي، تشكركم على هذه الاستضافه هذه، وكنشكر السي حسن ابو عقيل من الديار الامريكيه بخصوص مساله ديال الجاري المغربي فيما يتعلق خلينا بالاحزاب. سي رشيد اولا تعرفوا عليك ونخليه، يعني لاول مره كتشارك معنا في عدراوي لايف، نبغيو نعرفوا سي رشيد البتيتي شكون هو، والى ممكن تقدم نفسك للمتابعين. رشيد البتيتي عضو المجلس الوطني بالحزب الأسر والمعاصر، ومتمكن به بالديال الكنديه، وكذلك ممثل جريده ايكو دبلوماتيك بالديال الكنديه، وعضو وممثل المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان بكندا، وفاعل جمعوي وحقوقي وسياسي. وكنتمنى ان شاء الله هذا اللقاء يكون لقاء اللي لقاو فيه يعني بزاف ديال الحلول بالنسبه للجاليه المغربيه في المسألة ديال الانتخابات المقبلة إن شاء الله، وتفعيل القانون ديال 17/11 كذلك، والتمثيلية البرلمانية إن شاء الله. إذا كان سي حسن كيتكلم على يعني إمكانية مشاركة أفراد الجالية المغربية في الانتخابات المقبلة، واش عندكم شي أمل أو شك في أن الجالية ممكن تشارك خلال الانتخابات المقبلة؟ هناك السي العدراوي كاين واحد التخوف، ولكن هنا الاحزاب السياسيه هنا في خصها تلعب الدور ديالها مع مغاربه العالم، هنا سياسه القرب والتعريف يعني بالاهداف، او كما كنقولوا البروجي ديال الاحزاب السياسيه مستقبلا في الانتخابات ديال 2021، لان مغاربه العالم فقدوا الثقه في الاحزاب السياسيه، منهم حتى المغاربه ديال الداخل كما كنقولوا. ولكن احنا الحمد لله بغينا نغيروا هذه الفكره او هذه الرؤيه هذا، ونشتغلوا على اننا نكونوا يد واحده، واننا نزيدوا القدام ان شاء الله، وتكون عندنا يعني واحد، يكون عندنا صوت واحد، وتكون عندنا واحد القوه واحد التمثيليه ديال مغاربه العالم، لا في البرلمان المغربي او في المسائل السياسيه، لا بكندا ولا بأمريكا ولا الدول الأوروبية إن شاء الله. السي عدراوي، يعني من خلال النشاط ديالكم مع حزب الأصالة والمعاصرة في كندا، يعني شنو الشعور ديالكم؟ واش يعني المسألة جات يعني فقط غير هكذاك، غير شقت لينا بغينا نفتحوا مكتب في كندا، أو لا هناك ما لا كاينش دخان لا بدون لا نار؟ لا 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 السي العدراوي، ماشي غير جات هكا باش نفتحوا سيتادير الفروع، غير باش تكون كما كنقولوا واحد لو تيم او غير السميه، كما نعم كانوا شي ناس من 2016 ومن 2014 ومن 2012 هما كيمثلونا، كيقول لك يعني الاحزاب السياسيه بكندا، ولم يحركوا ساكنا وليس هناك رؤيه. ولكن الحمد لله حنايا بالحكم والتجربه السياسيه مع الحزب السياسي ديالنا الحمد لله، جينا باش اننا تكون هناك سياسه القرب مع غالبيه العالم، اننا باش نعطيهم حقهم باش يتم تفعيل هذاك القانون ديال 17/11، اللي هو يكون مغاربه العالم عنده حق انه يصوت حتى هو، لان حتى هو مغربي، لان حتى هو مغربي. انا كنقول خص هذا القانون 17 19 يتفعل، ولكن الله يهدي الاحزاب السياسيه، هناك معارضين وهناك مؤيدين. اما بالنسبه للاحزاب السياسيه، يعني تجي نقولوا كان تحل كيف فروع هنا يعني مثلا في كندا وفي امريكا وتكون كالو تيم، انا ما متفقش معاهم. حنا بغينا اللي يشتغل، بغينا اللي يبلغ لي ميساج، بغينا اللي يبلغ الفكره ديال الاحزاب السياسيه، والتواصل ديالها مع مغاربه العالم من المشاكل ديالهم، يعني سياسه القرب، هذا هو اللي كاين، ونرجعوا ذاك الثقه ما بين مغاربه العالم والاحزاب السياسيه. السي العدراوي، سي حسان، إلا سولناك يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، واش كاين شي حزب من بين الأحزاب المغربية اللي نظم لقاءات أو أنشطة
وانت على اطلاع بهذه الانشطه، حضرتي لها ولا سمعتي بها مثلا؟ كاين احزاب، كاين البامنيت عندنا هنايا، كاين اللي كيمثلوا في الولايات المتحده الامريكيه، كاين كذلك عندنا التجمع الوطني الاحرار، كاين الناس اللي كيمثلوه في نيويورك، كاين الاتحاد الاشتراكي كذلك، كاين الناس اللي عنده في واشنطن. ولكن بالنسبه للانشطه اليوم يلاه كاينه تحركات ديال البام، هي اللي كتشتغل هنايا على مستوى يعني بعض الولايات، لان باقي ما شملاتش الولايات كامله، يلاه كيشتغلوا على هذه المساله هذه. وفيه عناصر بكل صراحه من مغاربه الخارج، من مغاربه امريكا، اللي هما يعني قبل ان يكونوا سياسيين هم كانوا جمعويين، وفي نفس الوقت لا زالوا يشتغلون في المهمات المدنيه كالجمعيات، ولكن يشتغلون بكل صراحه، يعني عندهم ما يتعطى. ولكن المشكل ليس معهم هما، المشكل هو دائما الذي نحاربه اليوم هو ما هو بداخل المكاتب السياسيه. هنا لا اتحدث عن البام وحده، ولكن اتكلم عن جميع الاحزاب السياسيه بدون يعني استثناء. المكاتب السياسيه هي الرابح، بدون الهياكل ديالها، الهياكل اللي كاينه والاجهزه ديال الاحزاب، هي كتجي في المرتبه يعني الرابعه او الخامسه، بعكس حال دابا ملي كتجي الميريكان او كندا، كتلقى الاحزاب ديالها هي القاعده، هي الاولى، القاعده هي الاولى قبل من المكتب السياسي، لان نعم المكتب صحيح. السياسي يستغل على ما قدمته له القاعده. ولكن احنا بالعكس، ان المكتب السياسي اليوم كتلقى امين عام كيتباس ليه اليد، كتلقى الناس ملي كيشوفهم امين عام ديال الحزب السياسي كتشدوا التبوريشه بحال الا كي ما عرفت مع من غيتلاقى. نعم زائد كاينه واحد المحزوبيه اللي هي كتجمع يعني ملي كنبداو حتى نتهادى فيما بعضنا، كتمشي لاطار المحزوبيه، كان شي مناصب محزوبيه، كان شي اي حاجه، حتى الدعم المالي اليوم ملي كتلقى واحد الوزير في وزاره الجاليه منتمي سياسيا، يعني كتلقى الجهه ديالو هي التي تتمتع بالدعم وتتمتع بالبرامج، كتتمتع بكل ما هو فيه الفائده كتتمتع به، كما هو الحال لصحافتنا. كتلقى الاحزاب السياسيه الصحافه ديالها هي الاولى كتاخذ الدعم المالي، كتلقاها هي الاولى كتتمتع بها، هي الاولى كتاخذ الاخبار من المصدر ديالها، كتلقاها هي التي تروج هذا، رغم انها لا تشتغل الصحافه الحزبيه، لا تشتغل كصحافه حره، تشتغل دائما، لان كتلقى صحفي داخل حزب معين انه لا يمكن له ان يكتب مقالا ضد وزيره، ولو الوزير ديالو يكون فاشل ما يمكنش ليه دائما ينوه به، واذا كان في المعارضه دائما يشتغل على اسلوب لا، واذا كان في الاغلبيه يشتغل على اسلوب نعم. هذا 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 الجميع يعني لا يخدمون القضيه الوطنيه، لا يخدمون، ماشي قضيه وطنيه يعني كنهضر على الصحراء، القضايا الوطنيه بما فيها كل حاجه، يعني اهتم المواطن بصفه عام العام ما كيشتغلوش بانهم. انت كتشوف رئيس حكومه كاع اللي هو امين عام حزب سياسي، ملي كيجي كيتكلم مع الشعب كيتكلم باسم العداله والتنميه، ما يعني هناك يعني واحد التداخل حتى في الاسلوب ديال الحياه ديالهم. الاحزاب السياسيه سواء كانت في امريكا او 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 في اي دوله اخرى، احنا نتمنى لهاد الشباب اللي هما اليوم كيشتغلوا من اطار التنسيقيات او من خلال الجمعيات، يقدروا يكونوا انهم مؤثرين على المكاتب السياسيه. ولكن لا اظن، لان المكاتب السياسيه متغوله عندنا ووجوه قديمه ما شاء الله، ولو الجديد كتلقى عندهم سياسيه قديمه، يعني مشاكل. انت كتشوف هناك حركات تصحيحيه داخل الاحزاب السياسيه، كتلقى واحد الاسلوب عندهم في الاحزاب السياسيه، هو يوظفون الشبيبه، يوظفونها كنموذج للشباب المغربي كامل، في حين ان ما كاملش 1% من الشباب اللي من خارج داخل الاحزاب السياسيه، والى جمعتي هاد 35 حزب سياسي كلهم ما كيديروش 10% من الشعب المغربي، معنيتها ان 80% ما منتميش سياسيا. لهذا نبغي نقول لك واحد الحاجه السي عبد الرحمن، ان نحن بحال اللي كنديروا اي كنكبوا الماء في الرمله،
مع هذه الاحزاب السياسيه، ما دامت المكاتب السياسيه لا تستمع للقاعده ولا تستمع للمواطنين، ورايها هو المصاب سواء اعلاميا او في حسام، برامجها. خلينا في هذه النقطه دي نرجعوا للسي رشيد البتيتي. يعني انتم بصفتكم تمثلون حزب اصاله والمعاصره هنا في كندا، واش كتلمسوا بان هذه القاعده هذه ديالكم واش هي متصله بالقمه ديال الحزب؟ واش المشاكل ديال الجاليه اللي كتشوفوها وكتعايشوها يوميا، واش الى غدا الحزب ديال الاصاله والمعاصره تراس الحكومه، انتم قادرون على التاثير على رئاسه الحكومه؟ وي سي العدراوي، حنا الحزب تحت الرئاسه ديال الامين العام السي عبد اللطيف وهبي، هناك توجه جديد اللي هو خلق واحد العلاقه، ماشي نقولوا علاقه حميميه او يعني علاقه سياسه القرب وعلاقه شو ما بين الجاليه المغربيه. ثاني حاجه، احنا الحمد لله الحزب ديالنا عنده واحد التوجه، عنده واحد لا فيزيون ان شاء الله اللي غتكون كتستمع جميع الشرائح يعني ديال مغاربه العالم، يعني في في في, في مشاكل سياسيه او في مشاكل كما كنقولوا مشاكل ديال لي بيرسون ديالهم. هذا، ولكن انا اللي كنقول يعني 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 الاحزاب السياسيه هنا بكندا راه كنشوفوا حنا كاينين ثلاثه ديال الاحزاب اللي كنشوف انا غتكون بقوه ان شاء الله في هذا 2021. عندك ثلاثه ونذكر الاسماء ديالهم ولو انني ما خصنيش نذكرهم، منهم الاصاله والمعاصره، منهم الحزب الاحرار، منهم الحزب الاستقلال مع كامل احتراماتي. هاد ثلاثه ديال الاحزاب عندهم واحد التوجه يعني بناء، ولكن ك ك ك كحزب اللي غنهضر عليه واللي كنتمي ليه هو على الاصاله والمعاصره، هو ان عبد اللطيف وهبي يؤيد اننا تكون عندنا واحد تمثيليه برلمانيه لمغاربه العالم، يؤيد بان مغاربه العالم خصها تكون عندنا صله وصل مع هذا الحزب ديال الاصل والمعاصره، يعني في المشاكل ديالو في المعاناه ديالو. ثالث حاجه، بغينا نشوفوا علاش كيتم اقصاء الكفاءات المغربيه بالديار الكنديه، شنو هما المشاكل. بغينا نشوفوا علاش مغاربه العالم ما بقاوش واضعين الثقه في الاحزاب السياسيه، شنو هما المشاكل ديالهم. بغينا نشوفوا علاش، عاوتاني نطرقوا واحد الموضوع واسمحوا. اذا فقدنا الاتصال بالسي رشيد، سمحت لي في هذه النقطه استاذ العزيز. تفضل سي. الى سمحتي لي في هذا كنوجه السؤال للاخ رشيد على حزب الاصاله والمعاصره، انه في مارس انهم اقصوا مغاربه الخارج في المكتب السياسي في انتخاب اعضاء المكتب السياسي، وكذلك اقصوهم في 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 الحضور، حتى في الحضور ما ونادت ضجة في هذا الجانب. وكانت الأخت رئيسة المجلس الوطني آنذاك طالبت لماذا طالبت القيادة لماذا تم هذا الإقصاء لمغاربة الخارج؟ إذا نقصوهم داخل الحزب كيفاش غادي يعني؟ نعم، هذا مارس يعني مسألة جديدة، يعني مارس أبريل ماي جوان، يعني ثلاث شهور. يعني اذا باش ما نتوقفوش عند حزب دون غيره. لا حيت التدخل ديالو، لان الاخ متواجد نعم معنا على داك الشيء كنهضروا فيه. اما نعم يعني سي حسن، واش يعني كتظن بان مساله التصويت هي مساله ممكنه؟ واش هناك اليات باش مثلا انا مسجل، يعني اخر مره صوت كنت في منطقه ليساسفه في مدينه الدار البيضاء. نعم. واش غادي نبقى نصوت على هذه المنطقه اللي كنت فيها؟ واش غنصوت انطلاقا من الموقع ديالي اللي هو مدينه لافال بكندا؟ واش كاين شي اليات لتفعيل هذه مشاركه مغاربه العالم في الانتخابات؟ حتى نكونوا واضحين، يعني ما دامت الفصول الدستوريه ما منزلاش، ما غاديش يكون عندنا مشروع قوانين اللي هي غادي نخدموا بها في هذا الاطار على لي بوان تكنيك، يعني في المسائل اللي هي تقنيه كما تتفضل به. نعرف بانهم اش بغاو يديروا ليك. أن دابا المشكل الكبير جدا وما والمضحك أن الفصول الدستورية غير منزلة، وأن القنصليات المغربية بدأت كتوزع واحد الوثائق. نعم. ديال التسجيل في اللوائح الانتخابية. ما فهمت كيف تسجلوا اسمي وأنا غير مرغوب فيه أصلا.
سجل وفي الله يمكن تكون. ولماذا لماذا تاخذون اسماء الجاليه المغربيه في اللوائح الانتخابيه وهي غير معنيه لا بالتصويت ولا بالترشح؟ لماذا؟ اذا انت علاش طرحت السؤال واش ممكن انه حتى الدقيقه 90 يقول لك اه مغاربه الخارج اجيو تصوتوا؟ لا ما يمكنش اجيو تصوتوا، ما دمت انك تسجل اسمك غادي يكون تلاعبات، غادي تكون تلاعبات. ما حتى لا نسجل انا الاسم ديالي في حين ما كاينش واحد القانون اللي غادي يحميني. نعم فهمتي، ما كاينش واحد القانون اللي غادي يحميني، اذا لا داعي باش نسجل انا الاسم ديالي. هذا يعني ولو نهزوها ونحطوها للمحكمه الدستوريه غتحكم لصالح مغاربه الخارج. هذاك التقييد اللي غادي يكون الان غادي يكون راه في علامه الاستفهام. ما ما ما, ما وخا نسجلوا راسنا راه ما كايناش حاجه اللي هي قانونيه غادي تكون في التسجيل. لماذا التجارب ديال دول اخرى سي حسن؟ ما عرفتش انتم في الولايات المتحده واش عمرك طالعتي على مثلا طريقه التصويت اللي كيديروها مثلا؟ تنظن بان التونسيين كيصوتوا، تنظن الناس كتمشي للقناه مصر براسها، كتمشي عبر القنوات الدبلوماسيه القنصليات كيمشي. وكيف ما هي مساله واضحه يا اخي عبد الرحمن. نعم. اليوم التصويت في الدستور هو تصويت جماعي كيف ما بغى يكون، تصويت على الدستور. نعم. نهار بغينا في 2011 نصوتوا على الدستور، مشينا للقناه الدبلوماسيه اللي هي القنصليه العامه، ومشاو الناس القنصليه اللي قدامهم. نعم. كل واحد قدامه شي قنصليه كيمشي ليها. عادي، الامر ما فيش اشكال. لماذا اليوم المساله تقنيه يردون بان مغاربه الخارج راه مرتبطين مع الارهاب، يردون المساله الى ان هناك مغاربه مع اسرائيل، كيف لنا ان يصوتوا هاد الناس؟ ما عندنا كل مره كيديروها، وهذا الشيء علاش ما درتوش نهار بغينا نصوتوا على الدستور؟ كل شيء مشى، الناس جاوا بالكيران ومشاو الى اخره، يعني كاين هناك رغبه ديال مغاربه الخارج انهم ما يخرجوش على الاطار ديال 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 انهم مغاربه، وما كاينش مغربي واحد ومغربي رقم جوج، ما كايناش، نحن مغاربه سواء في الداخل او في الخارج، ما يجري في القانون على مغربي في الداخل يجري على القانون، القانون خصو يجري على مغربي في الخارج. نعم حسن، انت كتكلم وانا كنفكر مثلا على كيف يعني كيفيه تنزيل هذا الامر في كندا مثلا. احنا في كندا عندنا قنصليه في مدينه موريال. نعم. وكنفكر في الناس اللي كيسكنوا في ألبرتا وفي البريتيش كولومبي بعد 5000 كيلومتر. الناس 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 خصهم يفتحوا لهم مكاتب، على الفلوس كيمشيو للمهرجانات كيتخسروا لهي وما غاديش يخسروا الفلوس في هذا الجانب هنا. راه كاين اتفاقيات. نعم. اتفاقيات. كاين اتفاقيات، راه عندنا ناس اللي عندهم شركات كتجي كتعلم بهذيك الشركه انها كمؤسسه مغربيه راه غادي يكون فيها تصويت، كيجيبوا الناس اللي غادي يشرفوا على ديك العمليه ديال الانتخابات. نعم. ديال التصويت عادي، ما عندهمش مشكل نهائيا. المغرب دايرها بانها راه حجه، ماشي مساله ديال معقوله يعني اننا هاد المغاربه هادو اللي هازين الرايه المغربيه وسط الشتاء وسط الثلج وهازينها ويضاهون يعني كيضاهوا الاعداء ديال الوحده الترابيه في كل مناسبه وكذا الى اخره، وانكم تقبلون منهم التحويلات الماليه وتقبلون عنهم هاد الشعارات وحمل كذا والى اخره، ومساله اللي هي بسيطه جدا وهو تمثيليتهم داخل البرلمان مفقوده، التصويت مفقود الى اخره، والاحزاب السياسيه مربعه يديها وكتقول لنا نحن غادي كنحاولوا نعطيو 30 مقعد للجاليه وغادي نعطيوهم كذا. اش تعطينا سيدي؟ داكشي مالك تعطيه من جيبك؟ هذا قانون، هذا يعني مفروض عليك انت كحزب سياسي، مفروض عليك انك تشتغل مع المغاربه اينما تواجدوا. ساعتها اذا كنت حزب وبغيتي دير تنسيقيه نحن معك، وانت لا تدافع الا عن نفسك وابقائك في مكتبك السياسي، بغيتي تبقى فيه وبغيتي تبقى دائما تما يعني والحقائب تدار فيما بينكم، وحنايا هذا خلينا نخدموا مع الناس هنا يعني في دوله الاستقبال. يعني سي حسن كتشوف بان المساله ممكنه، اللي خاص هو الرغبه في تنزيل هذه المساله ديال ان الجاليه تشارك في الانتخابات. ليس هناك اراده يا اخي عبد الرحمن، انا اقول لك ليس هناك اراده، هناك تمويه في الخطاب، يعني الخطاب المزدوج، لان القرار ملي كيكون القرار عند الحكومه كيكون القرار بان انا استغرب ان هناك تعليمات ملكيه في هذا الشان. تعليمات الملك من 2005
من بدات من 2003 وجات تاكدات في 2005 وتاكدات في 2006 وتاكدات في 2009 وزينا وراء الدستور ثاني ما وراء الدستور اللي جات هذه المكتسبات ديال النضال ديال مغاربه الخارج بان التمثيليه ديالهم من الضروريات راها توضعت في الدستور ديال 2011 17 و18 و19 وفصل 165 يعني هذه جميل. الفصول كلها تحطت في الدستور بمعنى ان هناك نضال وهناك مكتسبات في الفصول الدستوريه كتجي انتم الحكومات من بن كيران الى السي عثماني الى يومنا هذا باحزابكم اللي كانت عندكم داخل الحكومات لا احد زعما ما كاين زعما اليس فيكم رجل حكيم ينزل هذه الفصول الدستوريه أليس بين هذه الأحزاب أنهم يقولوا نحن بدون مغاربة الخارج لن سنقاطع انتخابات، ما كاينش هذه الأحزاب، أين المعارضة؟ المعارضة إذا كانت لا تمثل مغاربة الخارج كذلك داخل يعني هذه المعارضة البرلمانية، إذا ما كانتش غادي تمثل هاد الناس، إذا لا داعي بالمعارضة خليكم على الأغلبية. كيف ما أنتم كتصوتوا جميع المسائل كتصوتوا لها، فأين المعارضة؟ نحن نشكك بأن هناك معارضة. نحن نشكك بأن ليس هناك إرادة، ليس هناك إرادة وليس هناك رغبة لمغاربة الخارج بأن يكونوا ممثلين داخل البرلمان. كما قال السي الشقر، نحن معارضة جلالة الملك والحكومة، قالوا نحن حكومة جلالة الملك. نعم. الآن كاينة توصيات ملكية لإشراك الجالية المغربية في تدبير الشأن العام بالمغرب. نعم. الدستور أيضا ينص على ذلك، نعم. ولكن الأحزاب السياسية بمعارضتها وبحكومتها كلها تقف موقف، يعني ذاك اللي ما مسوقش للقرارات الملكية وما مسوقش للدستور. هما كيديروا هاد المسألة بأنهم غير معنيين. نعم. لماذا؟ لأن مقابل تلك التعليمات هناك خرجات إعلامية مسبقة. كان الأحزاب كل واحد كيعطي اش كيقول لك غادي نديروا واحد اللائحة يعني جنبا اللائحه ديال المراه واللائحه ديال ديك الكوطه، الكوطه ديال المراه والكوطه ديال الشباب والكوطه، غادي نديروا كوطه ديال الخارج. علاش كوطه ديال الخارج؟ حنا مغاربه، علاش ديرنا كوطه؟ حنا شنو قاصرين؟ فتحوا المجال للناس، ما كاينش هاد الكوطه في العالم، ما عمر سمعناها. زائد هاد الاقتسام اللي دايرين ديال الاحتساب ديال هذا الجديد، هذا اللي بغاو يديروه حتى هو اللي فيه صراع كبير جدا. يعني هذه الاحزاب اصلا هي كتجي وراء هاد الخرجات ديالها باش ما تبينش بان التعليمات الملكيه راه ما درناش بها. كتقول حنا راه درناها بالواجب، رحنا طلبنا الكوطه في هذه اللائحه، بغينا 30 كرسي. كاع الاحزاب حتى هي عطات الراي ديالها في هذا الجانب، عطينا 30 كرسي. ولكن يا عباد الله، حنا راه ماشي ناقصين عقول يعني وتفكير. هاد المساله اللي كتقول غادي نعطيو الكوطه ولا اللائحه ديال مغاربه الخارج، خاص يسبقها تنزيل دستوري. كيفاش غادي توظف هاد اللائحه في غياب تنزيل فصول دستوريه لمغاربه الخارج؟ وراه حتى الوزاره ديالنا السي حسن يطلق عليها الوزاره الوصيه على مغاربه الخارج. هي وصيه ولكن تمثل مغاربه الوصيه تكون على القاصرين ولا على الحمقى ولا على وراه هاد الوصيه وزاره الجاليه، هاد وزاره الجاليه هي لا تمثل مغاربه الخارج. خصنا باش نكونوا عارفين، هي راه واحد المرفق يمثل السياسات العموميه التي تهم مغاربه الخارج فقط. نعم. راه لا تمثلهم. مجلس الجاليه نفس العمليه، اللجنه الثنائيه او الوزاريه اللي كيرأسها السي العثماني حتى هي لا تمثل مغاربه الخارج. مؤسسه الحسن الثاني لا تمثل مغاربه الخارج. كلهم هادو هما مؤسسات تهتم بشؤون مغاربه الخارج، ولكن راه كل وحده كتخدم على طريقتها. حنا اللي كيهمنا اليوم الاحزاب السياسيه التي تتسابق الى الانتخابات، هل مغاربه الخارج ليس لهم الحق في التصويت، وليس لهم الحق في الادلاء بالراي، وليس لهم الحق في التمثيليه داخل البرلمان، وفي نفس الوقت انتم فاتحين ابوابكم وصناديق الخزينه ديال الفلوس باش كتدخل ديك 66 مليار الخزينه، مرحبا بها. اما نحن فلا، عندنا شعار واحد في اخر الفصول اللي هي ديال الصيف، مرحبا بكم ومغادرتكم مكينه لا بسلامه ولا الله يعاونكم. هذا اللي كاين. اذا مغاربه الخارج هما واحد العمله كنتعاملوا معاهم في واحد الاطار محدد الذي يبيض او كيتحلب فقط.
إذا السي حسن، يعني احنا ما عندناش شي حاجة أخرى أكثر من هذا الشيء اللي نقدروا نديره، هو أننا نطرقوا لهذه المواضيع، وعلى أمل أنه شي نهار يدار شي حل. تنظن حنا بأن كنتمناو السي عبد الرحمن، نحن لسنا ضد البلد، لكن نحن ننتقد بجدية ما يجري ويدور في الساحة، حتى نعم لا يكون يعني خاص هذوك الناس بيعرفوا بأن الجالية المغربية راه ماشي داك الشيء اللي كتشوفوا فيهم انتوما، كيف ما قال الرئيس السابق لمجلس الجالية ادريس اليزامي، قال لهم هاد الناس راه عايشين فورات وعندهم البيتزا كيخدموا في بيتزا والى اخره، راه هاد المغالطات، وهاد التقارير المغلوطه التي تصل الجهات وكذا الى اخره، راه الكفاءات، لماذا تتحدثون عن الكفاءات اذا كانوا هاد، راه سائق تاكسي، سائق تاكسي او الى اخره، الناس اللي خدامين في البيتزا راه عندهم عقل احسن من امين عام حزب سياسي. راه عندنا الناس، الطفل الصغير عندنا هنا في امريكان، الطفل الصغير هنا يفقه ما لا يفقه وزير، ما نكذبوش على بعضياتنا، الوزير منصب سياسي وليس ثقافي وليس فكري وليس وليس وليس، هو منصب سياسي، الحقيبة ديالو تغير وقت ما يشاءون. إذا نحن مع المغرب، نحن مع الوطن ديالنا، نحن مع نرتقي بشعبنا بغيناه، ونرتقي بنظامنا، نرتقي بكل شيء يهمنا كمغاربه، ولا نتجزا، ما يمكنش لكم انكم تفصلوا مغاربه الداخل مع مغاربه الخارج، شي صوتوا شي لا، شي نديروا ليه الكوطه وشي لا، شكون انتم بركه هاد الرجال اللي خدامين اليوم اللي هما يصوتون كمكاتب سياسيه، راه الاغلبيه ديال فيهم راه متابعون داخل المحاكم، راه وزاره الداخليه خدامه في هذا الشان، راه قدمت شو شحال قدمت من رئيس جماعه، راه الفشل كاين في الرجاله اللي عندكم تما، راه بغينا نطالبوا بان حتى حنا في البرلمان بغينا تكون قاعد العيالات، بغينا نجربوا العيالات في البرلمان بزاف احسن لنا، ورئيسة حكومة لما لا؟ ولما لا رئيسه حكومه بغيناها كذلك، حنا ما بغيناش هذيك الوجوه، نفس الوجوه اللي كانت قبل من 2011، قبل من هي نفس الوجوه التي تخدم اليوم في دستور 2011، علاش بغينا وجوه شبابيه جديده تكون مؤنثه ومذكر، بغينا رجالات خدومه وليست مخدومه، بغينا بزاف ديال الامور، لا يعقل او قاعد الحب ديالنا للبلاد وفي الاخر انكم تهمشون مغاربه الخارج، انا كان اطالب يعني من هنايا يعني ملتمس لجلاله الملك انه يتدخل في هذا الشان، لان مغاربه الخارج راهما مغاربه وانهم وطنيون ويحبون المغرب اكثر ما يحبوه البعض داخل المغرب، صحيح سي حسان، نمارس حقنا كمواطنين دستوريا وقانونيا، ولا نسب اي احد ولا نتعاطى لاي من الشبهات، الوطنيه تجري في دمائنا من الشمال الى الاقاليم الجنوبيه، ونعترف بان الصحراء مغربيه، ولنا كتب في هذا الصدد، ولنا 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 ولنا، لهذا الرجاء الكبير انا شخصيا لا اريد ان اترشح، ما بقاش عندي انا العمر ديالي صافي ساليت، انا ما بقاش عندي باش نترشح، باقي قال سي حسن باقي ترشح، لا نريد لا تصويت ولا نريد مناصب، حسن نعم صبر سي حسن صبر، باقي غترشح وتولي رئيس حكومه ان شاء الله، لا خويا بارك الله فيك شكرا جزيلا، لا نريد لا مناصب ولا هذا، خليوا الشباب الاخرين، نريد ان الشباب ان شاء الله الرحمن الرحيم يطلعوا، وبغينا نشوفوهم في المهمات ديالهم، وخاصة من مغاربة الخارج كذلك، يكون واحد 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 يعني كيف ما كنقولوا واحد المزج بين مغاربة الداخل والجالية المغربية في الخارج، يكونوا مكونين للحكومة ومكونين في البرلمان وإلى آخره، ويعني ويكون واحد التلاقح فكري، ويكون واحد المودة للسياسة والحب ديال الوطن، ماشي غادي ندخلوا حنا للبرلمان باش نحبوا باش كل حاجة نوفروها للحزب، لا ملي كتدخل البرلمان صافي سالينا خصك تخدم البلاد، المصالح نعم. العليا للبلاد، اللون السياسي تخدمه في القاعة ديالك، ملي تكون في الحزب تخدم المسائل ديالك والايديولوجية ديالك والمسائل اللي بغيتي، ولكن كتعطي برنامج عام انك كتشمل، ما بقيتيش كتفكر بين حسن ابو عقيل ولا عبد الرحمن العضراوي، هذا منتمي سياسيا او لا منتمي، عاد باش تتعامل معاه لا يمكن، حنا كنشوفوا مجموعه ديال الوزراء اللي تابعين للاحزاب السياسيه كيعيطوا على الصحفيين ديال احزابهم ديالهم، نعم وغدا هكاك، ما يمكنش لينا نعيشوا هكاك، متى سنرتقي بشعبنا، متى
هذا هو السؤال، وشكرا لك عبد الرحمن. شكرا سي حسن، اتمنى ان الصرخه ديال سي حسن توصل الى ملك البلاد، وتنتمنى انه نشوفه الجاليه المغربيه تتبوأ المكانه اللي كتستحقها. ونبغي في اطار الرد، انا اول مره سمعت ان السي اليزامي قال ما قال. اتساءل السي السلاوي الان اللي اعين العالم كلها عليه، ما عرفتش واش كيسوق الكاميو ولا الطاكسي ولا كيبيع البيتزا. نعم نتمنى اننا نرقاو بالفكر ديالنا، وان يعني تصفى الخواطر ويسمو الوطن فوق كل شيء. نعم شكرا لك سي حسن، واكيد سيكون لنا لقاء ان شاء الله في شكرا الاسبوع المقبل لتناول المواضيع التي ستطغى على الاسبوع. شكرا لك سيدي عبد الرحمن، وشكرا على المواضيع ديالك الهادفة، وإن شاء الله الرحمن الرحيم راه تخدم وطنك من خلال هذه النافذة الإعلامية ومن خلال هذه القناة الصحفية، وكذلك جريدتكم منبركم الراقي والرائع والغر. نتمنى له التوفيق والاستمرارية. شكرا لمتتبعينك الكرام الذين دائما يدعمونك يعني بالتعليقات، يدعمونك بالجرأة الإعلامية. وفقكم الله جميعا، وشكرا لكم جميعا. شكرا، وأنتم كذلك سي حسن، شكرا. تحياتي. إذن كنتم أصدقائي الأعزاء مع هذا اللقاء الممتع والشيق مع الإعلامي السيد حسن أبو عقيل من الولايات المتحدة الأمريكية، ومع هذه الصرخة بلسان الجالية المغربية التي تتمنى أن تكون لها مكانة في تدبير الشأن العام بالمغرب. كان معكم عبد الرحمن عضراوي من مدينة لافال بكندا، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.